لا ينبغي أن يكون بين القراء خلاف يولد جفاء في المسائل التي يتسع الخلاف فيها أو ترجع إلى اللغة العربية. ولكن يعني الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا ينبغي أن يكون بين الناس خاصة بين القراء خلاف يولد جفاء في هذه المسائل التي تقبل الخلاف والتي تتسع لها اللغة العربية، فإن هنالك من القراء من وسوس لهم الشيطان إلى درجة أنهم لا يصلون خلف من يقرأ بهذه الضاد، وإذا ألجئ كان بعض المشايخ إذا ألجئ وصلى حتى في الحرم فإنه يعيد الصلاة بعد ذلك. لا، نعم، لأنه يرى أن هذا خطأ وليس بصحيح، وهذا من تلبيس إبليس.